للكبدة والمكسرات والبذور والمأكولات البحرية. ومعنا اختصاصية التغذية الدكتورة أمل حداد تحدثنا عن هذه المواضيع المهمة وهذه الأمراض وكيفية التغذية لها. صباح الخير. صباح النور. كيف الدكتورة. الحمد دكتورة؟ زمان الله. عنك طولت الغيبة. الله يخليكي تسلمي. طبعاً موضوعنا مهم واليوم نبدأ بأهمية وجود نظام غذائي للشخص المصاب بالأمراض المناعية. أكيد هلا أول إشي الأمراض المناعية هي كثير متعددة وتختلف مسبباتها باختلاف التشخيص الطبي لإلها، بعدين بيندرج لإلها النظام الغذائي الخاص لكل شخص، يعني ممكن واحد يكون عنده مالتي سكروسز اللي هو التصلب اللويحي مثلا نوع من أنواع اللي هو المتعدد أو في له أكثر من بنسميهم ستيج ممكن يمرق فيه، فهون بيختلف حسب الشخص احتياجاته الغذائية من هذا المرض سلام. التركيز بصورة عامة دائما لهدول الأشخاص أول نقطة مهمة وإحنا هلأ خلصنا شهر التوعية عن الفحص المبكر عن السرطان الثدي وهلأ إحنا بالشهر الجاي عن دائما تذكير ومشاكل السكري واليوم العالمي كمان للسكري فهاي الأمراض جانبا الى جانب مع الامراض المناعيه قد تزيد وبتعمل لنا مشاكل صحيه اكثر واكثر لذلك بدنا نروح دائما تجنب العامل الاساسي التدخين والارجيله وكل ما شيء ثاني، في كثير لك انا ما بدخن بس بعمل فيب او انا ما بدخن بس بعمل كلهم نفس الكترونية. التاثير كلهم نفس التاثير، بالعكس للاسف انه لقينا في لها حالات اسوء اكثر لانه بكون متعود على هذه الاشياء. نعم. ننتقل للشغله الثانيه الاعتياد الزائد عن تناولنا للاغذيه الجاهزه، الوجبات الجاهزه او الاشياء اللي بتكون مصنعه اكثر، يعني اليوم بدخل الواحد على السوبر ماركت بياخد كل شيء من غير ما يطبخ بالبيت بياكلهم جاهزين. يعني في لهم اكسبايري فيهم مواد مضافه، فيهم مواد ملونه، فيهم مواد حافظه فهذا كله له تاثير على خلايا جسمنا وقد يسبب مشاكل اذا هو كان له يعني احتماليه الاصابه بها اذا كان في عامل وراثي او كان في عامل من عوامل الخطوره اللي قد تسبب له هذا الموضوع. نعم، طب يعني كيف من الممكن للنظام الغذائي انه يساهم بالوقايه من الاصابه بهذه الامراض المناعيه؟ اهم شيء دائما بنقول التركيز على انه انت شو احتياجك اليوم امل او اسل احتياجها اليوم 2000 سعره حراريه بدي احافظ على وزني رح اخذهم باعتدال وسطيه واكون عارفه قد ايه البرسنتج من كل المجموعات الرئيسيه عندنا الاساسيات هم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون يعني لازم اخذ من مجموعه البروتينات تقريبا من 15 ل 18 ل 20% واخذ من من الدهون وتكون من المصادر الجيده من 30 ل 35% اما مجموعه الكربوهيدرات سواء كانت نشويه او غير نشويه بدي اخذ منها تقريبا من 45 ل 65% اذا كانت هاي النسب متناسبة ومن اكلنا الطبيعي ونطبخ زي زمان ونظبط امورنا صح ملوخيه وباميه ومقلوبه ومجدره وفي سلطه وفي بعد بعدها سلطة موجوده هاي الماكولات اكيد ما بنستغني عنها 100% بس صار اكثر انه الفطور بنلاقيه اشياء مختلفة يعني غير عن المعتاد عليه زمان الاوروبيان ستايل او الامريكان ستايل انه صار بان كيك صار سيريال كثير بدون ما نذكر براند نيم بس صار اشياء عالية بالسعرات الحرارية والاشياء احيانا الجاهزة بقول لك انا باخذ بس شوكولاته او كيكه او بار مثلا فبمعنى اخر هذه الماكولات يعني بتقلل من المناعه في الجسم هي مش بتقلل من المناعه بس هي ما بتحتوي على المعادن والفيتامينات المطلوبه زي ما بناكل فطورنا العادي الفول الحمص الفلافل البيض الجبنه اللبن الزيت والزعتر رغيف الخبز الخضرة الخيار البندورة البصل هاي الأشياء كلها مداعمات وبتحسن الجهاز المناعي تاعي وبتخليني على المدى الطويل أنا بصحة جيدة تمام طب نبدأ بالأمراض المناعية التي تحدثنا عنها كان في تقريبا أربع أمراض وأكيد في غيرها نبدأ في الذئبة الحمراء ما هو البروتوكول الغذائي لها؟ تمام هلا اول شيء لازم احنا نعرف شو هي او من التشخيص الطبي اذا كانت مشخصه ممكن تصاب الاطفال جراء ما بعد الولادة ممكن تصاب كبار بأي عمر كان يعني ممكن ينصاب حتى لعمر الخمسة وأربعين سنة فالإصابة فيها أو التحسس هي مشكلة بتصير بالخلايا اللي بتسبب مشاكل على السكن يعني هي ديرما أكتر فبيصير جلدي وأحيانا تختلط مع اختلاط أمراض جلدية تانية فبيكون الدكتور الجلدي قادر يعطي الدواء المناسب لإلها وبيأسفنا أنه أغلب الأمراض المناعية بيكون اختياراتهم الدكاتره للادويه او هيك البروتوكول انها هي كورتيزون فهي الاشياء احيانا بتكون بسبب بزياده الوزن احيانا هي بتكون احيانا مشكله ببعض الاشياء لكن هو مضطر ياخذها لبين ما يعالجها او يخلص من فتره العلاج بنبدا احنا معه النظام الغذائي الجيد اللي هو الابتعاد عن المواد الحافظه المواد الملونه شرب المي بوفره تركيز اكثر على نص صحنك الغذائي يكون من الخضروات والتركيز تقريبا من ثلاثة إلى أربع خمس حصص فواكه باليوم وشرب الماء والاختيار الموسمي نعم. إحنا دائما نركز على الأشياء الموسمية حتى الفواكه تلاقيهم مثلا إحنا هلا موسم الحمضيات نعم. موجود في عنا من المواسم اللي موجودة بفصل الصيف نعم. فالناس تلاقيها مرات وتتناولها فإحنا لا بدنا نحاول نروح على الفواكه الموسمية لأنه أكيد في احتياج من الفيتامينات والمعادن لهذا الموسم 100% طب ننتقل لتصلب الاعصاب المتعدد ما هي التغذيه المناسبه لها اوكي اللي هو المالتيبل سكروسز او الام اس او التصلب اللويحي او المتعدد النظام الغذائي لهم تركيز اكثر على المعادن والفيتامينات واللي اثبتت الدراسات تركيز على نوعيه الدهون الجيده زي زيت الزيتون <applause> قبل الافوكادو طبعا زيت نعم. الزيتون المكسرات النية الجوز اللوز المكدوس من الاشياء المفيدة جدا احتوائه على جوز واحتواء عشان هيك عم بحاول اربط الاشياء المفيدة في كثير ناس بقول لك لا مكدوس لا مفيد مفيد جدا وانما طبعاً. اذا كان قليل ملحه بفيد كمان لمرضى الضغط صح. اذا كان قليل الملح تبعه هاي من النقاط الاشياء المفيده اللي نحكي عنها ممكن الافوكادو بعد السيدز اللي هي البذور يعني او ال عين عباد الشمس البزر البزرع القرع وغيره نعم. هاي برضه من الاشياء المفيده بس ما تكون مملحه يعني تكون نيه وتتاكل بطريقه سليمه او تنحط مع السلطه ممتاز كلها ماكولات صحيه طب ننتقل الان لمرض الرومات الروماتويد او الروماتيد اللي هو اللي بياثر على المفاصل في الجسم ما الحل من ناحيه التغذيه اوكي هلا الروماتويد الارترايتس اللي هو بيكون التركيز اكثر هذا على مشاكل المفاصل وسائل بيكون بمنطقه الكارترج او الغضاريف فيها مشاكل معينه وبكون عندهم اتاك كثير قويه برضه بيستخدموا مسكنات عاليه وبيستخدموا بعض انواع الكورتيزون احنا دورنا كاخصائيين تغذيه نعطيهم البروتوكول اللي بيناسبهم لتقويه هاي يعني مثلا كل مرض مناعي يصيب منطقة بالجسم بنشوف شو الفيتامينات والمعادن اللي بيكون تركيزها كتير قوي فيها واللي هما مصدرين أساسيا احنا بنركز على الكالسيوم وفيتامين دال لهم نعم من المصادر طبعا الطبيعيه ممارسه الرياضه او التمارين البسيطه عشان يضل في ليونه تركيز اكثر على مثلا المشي او السباحه اذا وجدت والتركيز على الخضروات الورقيه بصوره كامله نعم وننتقل الى فقر الدم الخبيث ما هي التغذيه المناسبه له ايضا هون بيكون في عندنا دائما مشكله بتخزين الحديد يعني في ناس بيقول لك انا أكيد. باخذ مكملات غذائيه بس عندي دائما نقص فيتامين آه، كل الشعب عنده فقر آه، الحديد آه، او مع عدن الحديد، نعم. فبيكون هنا التركيز أكتر إنه إحنا كمان على البيتول، فبنلاقي عندهم دائما مشكلة بهاي أو تصنيع البيتول في الناس. بكون تركيزنا اكثر على المصادر الغنيه الفواكه المجففه المكسرات الاوراق الخضراء التركيز على الاسماك واللحوم بدرجات معقوله يعني في ناس كثير بنلاقيهم مثلا بقول لك انا ما بحب اكل لحمه هم فيجيتيريان هيك بطبيعتهم ما بياكل لا لحمه ولا دجاج ولا شو سمك شو الحل هون هون لازم ي... يا اما بده يستشير طبيبه يعوضه بفيتامينات ومعادن او بده يحاول انه يحطه من نظم... من ضمن نظامه الغذائي بدل ما نروح على الاوميجا 3 لا لو اخذنا احنا من السمك وحطينا على الأقل مرة أو مرتين بالأسبوع بيكون هاي عم نمشي من ضمن التوصيات العالمية وإحنا منك. نعم نعم. احنا بالاردن ما بناكل سمك للاسف فعشان هيك تركيزي عم تيجي تقول له سردين تونه بقول لك لا 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 سمك لا 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 فبنحاول نحاول نقدر نوعي او الامهات يبلشوا يزرعوا الثقافه انه لازم ناكل سمك لازم ناكل تونه لازم ناكل سردين بالاطفال عشان يتعودوا على طعمه يعني الموضوع مهم لكن لضيق الوقت لن نستطيع التحدث به اكثر لكن تحدث عن اهم الماكولات المهمه لهذه الامراض اشكرك دكتوره امل حداد اختصاصيه التغذيه شكرا لك ما تطول الغيبه اهلا وسهلا فيكم